كدعينا نتحدث اليوم عن أبرز القرارات التي أعلنت عنها الجهات المنظمة هنا في المسجد الحرام عن منع العمرة لمرة ثانية لمن سبق له أداء العمرة في المسجد الحرام، ولا يشمل ذلك أداء الصلوات أو الزيارات المسجد الحرام وجميع المناطق المركزية بالمسجد الحرام. يأتي هذا القرار اليوم من أجل ضمان إعطاء الفرصة لمن لم يتسبق له العمرة سواء من الأجانب الذين سيدخلون إلى السعودية في الأيام القادمة أو حتى المقيمين والمواطنين. طبعا كيف يتعرفون على مسألة أن الشخص قد سبق له أداء العمرة في هذا الشهر؟ هي من خلال التصاريح وأيضا من خلال المؤشرات الحيوية من كاميرات المراقبة حين دخوله إلى المسجد الحرام. نتحدث اليوم عن هذه الأعداد الكبيرة. حقيقة هناك العديد من الخدمات التي تقدم خلال هذه الأيام. بالأمس بدأت الخطة التشغيلية الثانية الخاصة بالعشر الثانية، وهي خطة مختلفة عن الخطة الأولى على مسألة استقبال الأعداد المليونية، وأيضا على مسألة فتح العديد من المناطق لأداء الصلوات. التوسع السعودية الثالثة هي تقريبا مع نهاية العشر الأولى تم افتتاحها بالكامل، تستقبل أكثر من مليون مصلي في ذات اللحظة، وأيضا الساحات بجميع مناطقها وأيضا الأسطح. القرار الذي بدأ من شهر رمضان المبارك وما زال الاستمرار عليه، وهو الشيء الذي سيتم الاستمرار عليه كذلك في الخطة التشغيلية الثانية، هي صحن المطاف. سيتم تخصيصه فقط للمطاف إضافة إلى الدور الذي نحن به الآن، وهو المطاف أول سيتم تخصيصه فقط أيضا كذلك كنفس الخطة التشغيلية الأولى فقط لمن يودون أداء العمرة.